مرحبا، أهلا وسهلا فيكم في لقائنا اليومي زي ما وعدناكم للمرة الثانية. اليوم نطلع في رمضان 3 مرات، راح نكون معكم اليوم مرحبا، أهلا الساعة وسهلا 6، فيكم عفوا في لقاء الساعة 6 مساء في لقائنا المتميز، والساعة 7:30 حنكون في نقل مباشر لأذان الإفطار وقراءة من القرآن الكريم طبعا قبله، وسنكون الساعة 10 إن شاء الله اليوم في لقاء متميز مع صديق متميز الأستاذ أشرف، سيتكلم عن الكتابة الساخرة. طبعا اليوم في لقائنا هذا الساعة 6 حنكون عن نتكلم عن هم يمكن قليل من الناس ما حكت عنه، لكن كل ما تحكي مع واحد بقول لك يا عمي وين بدي اروح احلق الكورونا، وحتى طلعت اللي هي حلقة الكورونا هلا كله على الصفر. فحنتكلم اليوم عن الحلاقة أو قص الشعر في زمن الحجر الصحي، بعض التعليمات بعض الأسرار، وعشان هيك استضفت أنا اليوم أخوي وصديقي العزيز الأستاذ ناصر الزوباني. أهلا وسهلا فيك، أهلا وسهلا فيك دكتور، أنت والضيوف الكرام. حياك الله. الآن الناس بدأت ترفع، يعني الناس داخلة، ترى أول مرة يا ناصر، أول مرة الناس بتدخل قبل ما نبدأ البث بتقول لي وين البث، أول مرة صراحة هذا من حسن حظي. فالموضوع شكله حامي. طبعا اللي ما بعرف ناصر هو صديق عزيز، جاء إلى كندا قبل 4 سنوات من الأردن، هم من اللاجئين اللي خرجوا من سوريا، شاءت الأقدار أن يكون في مدينة أوتاوا، وتشرفنا بشخصية عزيزة زيه، رجل قلبه حبيبي طيب، محب للخير ومحب للآخرين يعني، وطبعا هذا شرواهم في وجوههم زي ما بيحكوا. حبيبي دكتور، الله يسعدك. فربنا عنده كان هذه المهنة اللي هي مهنة الحلاقة من سوريا، فحبب حاب انه يشتغل ويعمل شيء، وهو من الناس اللي انا بفتخر فيهم واقول انه له حبيبي صديق زيه، لانه حبيبي دكتور، اشتغل على حاله شوي، اشتغل في البزنس هون في بزنس الحلاقه فتره، وبعدها بعد ما عرف شو السوق بده وشو من وين بيقدر يشتري شغلاته، طبعا يعني هاي الشغلات، اللغه برضه جاء، اعتقد لغتك الانجليزيه صفر كانت ابو نسيم كانت صح؟ صفر تقريبا. فالآن الحمد لله فتح محل خاص فيه، أنا عملت حلقة عنه، فتح محل خاص فيه والزباين ما شاء الله عنده بيجوا بحبوه، المنطقة معظم اللي موجودين فيها أصلا كنديين، يعني مش معتمد على تقول إنه على العرب، بالعكس لا ما في عرب عندي ما في عرب، للأسف للأسف. هي منطقة في أقصى شرق نعم مدينة أوتوا اسمها كمبرلاند صح؟ إنه اسمها روكلاند. روكلاند، روكلاند. وطبعا اللي حابب يروح يزوره برضه بالعكس بتكون اكيد راح أهلا يتوصل فيه، وسهلا، راح اكيد راح أكيد يتوصل. بعد طيب الكورونا. طيب اليوم بعد الكورونا، طبعا أكيد هذا اول سؤال راح يكون لنا، نعم. شو تأثر صالونات الحلاقة في زمن الكورونا؟ وانا عارف هذا الحكي على الجميع. نعم، فعلا كانت هي كانت ضربة لكل البزنس، بس بالحلاقة الحلاقة بالذات كان تأثيرها على المجتمع بجوز أكثر من الحلاقين. كانت صعبة شوية، الكل بده يسكر صالوناته لأنه إحنا أكثر ناس معرضين لنقل العدوى، كونه في تقارب شديد بيني وبين الزبون، ولا تنسى أنه الصالون كمان الزبائن بيقعدوا فيه كمان مجمع للزبائن. بشكل عام يعني بشكل عام كانت يعني طوعيا الإغلاق كان طوعي، بس الحكومة أعلنت إنه لازم تسكروا، إحنا طوعيا سكرنا لحالنا كلياتنا طبعا. طبعا في تأثر مادي، في طبعا مين ما تأثر ماديا، كل البزنس اللي بالعالم تأثر ماديا، ولكن الواحد اشتاق لشغله، اشتاق لزباينه، اشتاق بصراحة الحديث مع الزباين، والحياة بدون عمل بتعرف أنت لا تسوى شيء يعني، طيب فكانت صعبة، صعبة جدا انا متاكد انك تاثرت ماليا مثل طبعا باقي البزنسز بشكل طبعا عام،
لكن اعتقد انتم اكثر ناس الان الناس بيشتاقوا لكم. نحن مشتاقين للناس. اللي صارت تطلع على السوشيال ميديا هدول الناس اللي بشعر طويل. ايه بالضبط. فعليا كورونا اللي هي زيرو درجه. صحيح صحيح هي طلعت درجه. اخونا زياد بقول لك التحيه لك ولصديق وصديقي جمال، واهلا وسهلا فيك زياد. طبعا زياد من الناس اللي ما بدهم حلاقه من زمان. على احلى شيء السكن اللي عامله، ما بده شيء خلص خليك سكن على طول زياد. طبعا في لنا صديقه بتقول من الاحسن قراءه التعليقات، احنا بنقرا التعليقات كلها يا اسلام او صديق ما بعرف وترد عليها مثل ما بيعمل كل. بالعكس اهلا وسهلا ونتشرف في اي تعليق او سؤال. طيب السؤال الثاني اللي بدي اسالك اياه، تفضل. احنا جايين على العيد. نعم. وموضوع العيد بالنسبه احنا ان هذا دائما يعني صالون الحلاقه لازم يكون ليله العيد عشان الواحد يكون فريش وحاله نظيفه هيك ويروح يزور اصحابه واهله. هل تتوقع انه مع العيد انه ترجع تفتح صالونات الحلاقه ولا لا؟ والله صعب صعب، لانه اخر من يفتح بهالكارثه هاي هم الحلاقين، انا متاكد طبعا 100%. كونه قلت لك انه في تقارب راح يكون كثير بين الحلاق والزبون، ولكن ممكن نفتح بشروط قاسيه، يعني ممكن يصير في لباس مميز خاص، ممكن يصير للزبون كمان لباس خاص، يعني راح تكون الاجراءات اكيد مشدده. فاعتقد انه مش قريب، اكيد راح يكون بعيد. اخر من يفتح احنا الحلاقين. فحلاقة ما قبل الكورونا لن تكون ما بعد الكورونا. لن تكون ما بعد الكورونا، مو نفس الراحة. اسمع، كانوا زمان يرسموا مش عارف فطبون، هلا راح ترسمونه وانا كورونا. طيب راح نرسم له كورونا. سؤال بسيط جدا. تفضل. يعني قدر المستطاع بنحاول يعني ان نساعد الناس ان بنحاول قدر المستطاع نساعد الناس انهم يحلقوا لحالهم بالبيت، هم مثلا زوجته تحلق له او ابنه يحلق له بطرق بسيطه وسهله يعني. طيب بدي اسالك سؤال، انت اشتغلت في مهنه الحلاقه في سوريا، وما بعرف اذا اشتغلت في الاردن واشتغلت هون، هل في فرق في هذه المهنة في هذه الثلاث أماكن؟ هل في والله دكتور أنا عصرت الحلاقة من لما كنت طفل، كان جدي حلاق. فكأنه الشغلة بالدم بالجينات هي، فهمت علي شلون؟ واشتغلت بالمهنة بسوريا من لما كنت بعمر صغير يعني. ما مارست المهنة لا، تعلمتها وانا صغير ومارستها وانا صغير، يعني بتحكي بال 15 سنه وانت طالع. وكنت استفيد كثير ماديا منها، وكنت ادرس بالمدرسه وكانت تساعدني بحياتي. وبعدين تطورت يعني الامور معي وعملت صالون حلاقه. ايه الحلاقات طبعا كان في فارق ما بين الجيل الاول اللي هو قبل 40 سنه والجيل اللي بعده ب 20 سنة والجيل اللي بعده ب 10 سنين والجيل الموجود هلا، كثير في فرق شاسع يعني. كان الموديل قبل نسميه احنا ببلادنا موديل الخافس، سوالف طوال اللي هي صح مثل الجزمة صح، وشعر هيك يكون كبير ونعمل له شسوار نضل ساعة نشسور بالشعر، كان أهم شيء السشوار بالعلاج. بعديها فترة طارت السوالف، صار الستايل اللي هو القطش، طارت السوالف نهائيا والشعر صار على الجناح يعني مثل ما بنقولها موديل جنتلمان. صار الشعر مرتب وصغير وحلو ولطيف، صارت القصات تعطي يعني شكل أجمل مما كانت عليه. بعدين جينا على الجيل الثالث اللي هو الجيل ما قبل هذا، صار الشعر يكسر يعني أكثر فأكثر، اللي هو النمبر وان اللي هو مش زيرو، هو يعني رقم واحد، وبلشت تفوت الحلاقات المجنونة بعصرنا هذا اللي هي حاليا السكين فيد والسبايكي والفوهاك والموهاك، وفي كثير طبعا تسميات للحلاقات. فكانت أصعب مرحلة بالحلاقة هي المرحلة اللي احنا فيها حاليا. فيعني زمان كانت أسهل الحلاقة. أسهل الحلاقة كانت كونه كان بالمقص وبالمشط وما كانش فيها التعقيدات الموجودة حاليا.
والموديلات كانت أسهل أكيد وأسهل بكثير كانت. نعم كانت أسهل بكثير، ولكن هسا الحلاقة إذا مو الواحد بروفيشنال 100% بده يفشل 100%، لأن الزبون ما حيرجع لك مرتين. الزبون بيحلق عندك مرة، شافك أنت بروفيشنال بيرجع، ما شافك خلاص ما عادش يرجع. صح مزبوط. طيب وهذا السر من أسرار البزنس، هذا السر من أسرار البزنس واستمراريته. طيب أنا بدي أسألك بالنسبة أنت قصدي يعني كبزنس وايز، هل طريقة البزنس هون بده دعاية مثلا في دولنا ما بده دعاية، عادة بيجوا الناس تبعون الحارة والحي، هل في اختلاف في البزنس؟ اختلاف جذري يعني، كما تختلف الأبيض عن الأسود. الزمان البزنس ما كان له دعاية، ليش؟ لأنه كانت الناس تعرف بعضها ببلادنا. هون الموضوع مختلف تماما، هون الموضوع هلأ في فيسبوك، في تويتر، في يوتيوب. إذا ما عملت لحالك دعاية أنت وعملت لك يعني على السوشيال ميديا اسم، ما حدا حيجيك، ما حتشوف حدا دق بابك وقال لك بتعرف تحلق أو لا. بده يشوف شغلك من خلال السوشيال ميديا أول شيء، بعدين بيقرر هو إذا بيوثق فيك وبيجي أو لا. فإيه طبعا الوضع بيفرق تماما يعني 180 درجة. يعني صارت السوشيال ميديا مهمة كمان حتى عند الحلاقين. يعني البزنس إجباري، بدون السوشيال ميديا ما تقدر تفتح أي بزنس. طبعا في اقتراح من الأخت رنا بتقول ليش ما يعملوا شيلد إشي على الوجه. أنا عامل واحد ترى للعلم، هذا عامله زي فيشيل شيلد. هم عذرهم وحجتهم مش بأنك تعزل النفس والهواء، إنه هم حجتهم وعذرهم إنك عم تحط القطع يعني الماكينة المقاس المشط عم بيلمس الجلد. فهاي حجتهم، هم بدهم يلاقوا إشي يكون سيف أكثر من هيك، أكثر من إنك تحط واقع على الوجه. يعني هو الخوف مش بس من النفس، لا. ممكن إنه طبعا ينقل من واحد لواحد بعدين كمان. وما عادش في مثل زمان طبعا انك تقعد الزباين عندك مصبرة، هسه كله على التليفون وعلى الموعد وعلى، يعني ما عادش حيكون مثل اول نهائيا. طيب سؤال سريع، مين اسهل، حلاقه الرجال ولا النساء؟ والله الرجال. الرجال اسهل. اسهل عاد انا بشوف هذا الفيد والمش عارف شو التحديد اصعب، النسوان كست كست اسهل. في تقطيع عند الأخ ناصر. طيب مش مشكلة، احنا اليوم بدنا نسأل شوية أسئلة عن طريقة الحلاقة في البيت. هلأ حنبدأ معاه إن شاء الله. أخ ناصر سامعني؟ الصورة موجودة، عم تروح الصورة وبتيجي مو هيك؟ موجود الصورة، هم الصوت، تفضل سامعينك. ألو ألو سامعك سامعك. عيد اللي حكيته لأني ما سمعت شيء. بقول حلاقة الرجال أسهل ولا أصعب؟ حلاقة الرجال أسرع وأسهل شو ما كان نوع الحلاقة، إذا كان الحلاق يعني محترف. حتى الأخ زياد بقول لك أسهل لأنه ما بنقوا ما بيحكوا، ما في قصص. أيوة. قاعدة بدي أظل تحكي لك المرأة عن كل قصص حياتها. مظبوط. يعني مرق علي الطرفين، أنا بلاقي حالي بالرجال يعني مرتاح أكثر. إذا أنت الصالون عندك رجالي ونسائي، بيجوا رجالي ونسائي. نعم أوكي، بس أكثر إشي رجالي طبعا. رجالي نعم، بلاقي حالي مرتاح بالرجالي أكثر. لأنه النسائي أعتقد بدخل شغلات. لا أنا ما تانية. ما بعمل كالور ولا بعمل أي شيء كيميكال. أنا لما بتيجي يعني بس شورت هير، ما بحلق لونج هير للنساء. شورت هير بحلق لهم، لونج هير لا، لأنه بده شغل، بده واش، بده يعني إله تعقيداته. بدها ساعة أو ساعتين بس. الزبون أنا الرجل 15 دقيقة 20 دقيقة تكون حلاقته خالصة. طيب أخ ناصر عندك صار مشكلة في الصورة، فممكن تطلع وترجع خلال دقائق أيوة رجعت الصورة. كويسة ممتاز هيك منيح. ممتاز يا ريتنا سامعين. طيب بدنا نبدأ هلأ نحكي بالموضوع. أنا أب أو أنا أم وبدي أحلق لابني أو لزوجي، شو التبس، شو كيف البداية؟ أنا مش عارف كيف أسألك لأني مش عارف شو البداية.
راحت الصورة والصوت. خلينا نستنى دقيقة، معلش اعذرونا، يمكن الإنترنت ضعيف، الناس كلها هلا شابكة على الإنترنت. سامعني ناصر؟ أخونا ناصر، طبعا اليوم حنتفرج على شغلات زي هيك، أعطانا إياهم أخونا ناصر الله يبارك فيه، وحيحكي عنهم، فعشان نشوقكم شوية قبل ما أخونا ناصر يحل الموضوع. شوفوا هذا الحلقة مثلا، اللحية وال طيب هدول الحلقات اللي حنحكي عنهم اليوم، معظمهم زي ما انتم شايفين بشرح لكم اذا حابين برضو نعمل لهم شير بكون ما عندنا مشكلة، ممكن تساعدكم في الإحلاء، اعتقد very clear فيهم. يعني هذه حلقة، هاي حالة الكورونا، هاي حلقة شباب كتير هلا، هاي برضو حلقة. طيب يس، معنا الأستاذ. سامعني دكتور؟ سامعك، ألو، ممتاز، تفضل تفضل، سامعينك. نفس السؤال نرجع فيه، أنا ما في صوت، مش سامعني أنت؟ أوكي، حتصل فيك تلفون، معلش أعذرونا يا جماعة، أعتقد في خلل. سلام، اعمل ريستارت لتلفونك، انت داخل من التلفون صح؟ يب. استاذ عصام بقول لي الله نعيما، انت مين حالي لك كويس؟ كيف دبرت حالك؟ والله انا بحلي لحالي يا استاذ عصام، اللي فترة طويلة بحلي لحالي، قليلا قليلا ما بروح عند حلاق، طبعا في عندي واحد صديق حلاق، كل ما اروح عنده بقول لي لازم انا احلق لك وبحرجني. وبحلل يعني، خلص بعطيها هالشعرات يحلقهم، بس بشكل عام معظم الوقت بحلل لحالي. يا سامعني؟ سامعني كويس؟ بس احنا مش سامعينك، بدك تعمل ريستارت للتلفون، لازم تعمل له ريستارت. الله يعينك. طيب حنقرأ بعض التعليقات من الزملاء اللي عندنا لايف، معلش اعذرونا بس بتصير هاي الشغلات. في شخص هون بقول انا حابب اكون حلاق محترف معكم واجي على كندا. اهلا وسهلا فيك يا تامر. طبعا كندا جميله، بسأل هل كندا جميله؟ نعم كندا جميله وحلوه، والهجره هلا اعتقد انه في توقيف لها، لكن إذا بدك تهاجر لازم تقدم أوراقك. ما أتوقع مهنة الحلاقة من المهن المطلوبة إذا ما خابني الظن، لكن بدك تشوف الموقع الهجرة الكندي، أنا حكتب لك إياه، اللي هو CIC Canada Immigration and Citizenship، ممكن تتواصل معهم وتشوف شو المهن المطلوبة، وطبعا بده لغة. الآن بدنا نحكي شوية عن هذا الفيروس أو الفترة، الفيروس هذه الفترة هاي فعلاً يعني في ناس بدأت تتعلم حرف منزلية من أنفسها،
بدون يعني ما كانت تتوقع انها تسوي شيء. انا في عندي وقت بعض الوقت بدخل مثلا احيانا على اليوتيوب بتعلم شغلات، بدخل دخلت عملت ريجستريشن لثلاث كورسات اونلاين عن التقديم الاذاعي والاعلامي، ويمكن هذا شجعني كثير اني اطلع لكم لايف واحكي معكم. المختصر اللي بدي احكيه انا او الكلمتين المهمات انه لا تضيعوا وقتكم بالجلوس في المنزل بدون الاستفاده من الوقت. الاستفاده يعني عندنا وقت الحمد لله الان ممتاز، استغلوا هذا الوقت سواء في قراءه الكتب المفيده، سواء بحضور الفيديوهات المفيده او دخول كورسات مفيده. رجع معنا الاستاذ ناصر، اهلا وسهلا فيك. اهلا فيك. هيك سامعينك كويس. يس. طيب الان السؤال نرجع نعيده بالنسبه للحلاقه، شو هي اهم الطرق اللي او التعليمات للرجل او للمراه بدها تحلق لزوجها او بدها تحلق لابنها او بده يحلق لابنه؟ يعني في عده طرق سهلة وبسيطة لأنه الزوجة تحلق لزوجها. يعني إحدى الطرق اللي هي طرق الأصابع، تقدر تأخذ الشعر، طبعا أنا مالي شعر الحمد لله. تقدر تأخذ الشعر طبعا هي بأصابعها وتقص، بدك أصبع بدك أصبعين بدك ثلاثة، هي بتتحكم بالطول اللي داياه على كل الشعر. أوكي. يعني بتقدر تأخذ الشعر بالمشط والمقص بتقدر تقصه، بدك أصبعين يعني الطول هيك. ايه بدك اصبعين بتاخذ اصبعين، بدك ثلاثة بتاخذ ثلاثة، حسب ما بدك الطول هي بتقدر تتحكم فيه كل الشعر. اوكي. ايه هاي تعتبر من اسهل وابسط الطرق، حتى لما نعلم حدا احنا على العلاقة بنعلمه بالطريقة هاي البسيطة اللي هي يستعمل اصابعه والمشط، هاي تعتبر من ابسط الطرق للعلاقة. ولكن في اسهل من هيك كمان، تقدر تجيب المدام اي ماكينة علاقة لا على التعيين، مش مهم يعني انها شارجر او بدون او على الكهرباء او اي شيء مش مهم، وتحط النمبر 8 مثلا اللي هو الرقم 8، تقدر هي تستخدمها بشوي بكل هدوء، يعني بكل هدوء من النقطه هاي من هالنقطه هاي تقدر تاخذها كلياتها على النمره 8 كل المنطقه اللي هون. اوكي. بعديها مباشره ب 2 سنتي تستخدم الرقم 6 اللي هو النمبر 6 معروف، فيش داعي للتعقيدات. تستخدم النمبر 6 يعني اوطى ب 2 سنتي تحت، اخذنا النمبر 8 كامل فوق. بعده نمبر 6 بس اصبعين يعني 2 سنتي. بعده النمبر 4 كمان اصبعين فقط لا غير، يعني بهالطريقه هاي هيك. هاي الرقم 6 بعدين من تحت اصبعين، هاي رقم 4 بعديه انت وشطارتك. تقدر تستخدم الرقم 3، تقدر تستخدم الرقم 2، بتكون هاي ابسط انواع الطرق والقصه بتطلع حلوه وجميله. طبعا تستخدم الرقم 2 اللي هو حول الاذان كل على يعني اراوند يور هيد، يعني حول الراس كلياته، بتقدر تستخدم النمبر اللي هي هذا المكان بالضبط هون اللي هو فعلا ادنى شيء بالضبط. احسن. هذا هون هو ماخذه زيرو، احنا بنسميها سكين. هي من طبعا من اصعب الحلاقات هي، بس بالنسبه للحلاقين المحترفين هي سهله جدا. بالنسبه للاطفال مثلا على العيد، فيها الام مثلا تاخذ المفرق هذا كامل جنب واحد من الشعر، تحط المشط هون وبتشيل هذا المكان اللي هو من هون كامل على النمبر 2. اوكي. ما بتقرب فوق نهائيا، هي تيجي على الجنب الثاني مقابله نفس الشيء تماما، بتشيلها على نمبر 2، بصير عندها هون. شو فيه بتجي الكاميرا عم تخربط لي الكاميرا. طيب بتصير هون عندنا هون، ايوه هون هالمفرق هذا، المفرق هون اللي هي هاي قصدك، اللي هي هاي القصه. احسنت. ايوه. بس هون هو ماخذها لتحت زيرو زيرو، نحن ما بدنا اياها زيرو، بدنا ناخذها عنا على نمبر 2 بكفي. نعم. ونعمل هاللاين البسيط هذا الموجود اللي هو على المفرق. كمان هاي من ابسط انواع الحلاقات اللي بعيد الولد وبنبسط فيها. اوكي. يعني مش 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 هذاك التعقيد بالقصات البسيطه، هي التعقيدات بالقصات الصعبه مش بالقصات البسيطه.
يعني مثل قصة الدكتور تعتبر قصة بسيطة وسهلة، يعني نمبر 4 نمبر 6 نمبر 8 وخلص، هاي الحلاقة. فيها المرض زبط لك بالمقص اللي هو اللي اللاين اللي على الرقبة بكل جمالية وكل حنية. إذا الموضوع هو موضوع تدريج، كيف تتدرج من كيف تتدرج الشعر، بس مش من تحت لفوق تدرجه، لأنها صعبة على المبتدئ يدرج من تحت لفوق، درجها من فوق لتحت. أنا بشوف الحلاقين فعلا بيبدوا من وراء الحلاق بيقدر يدرجها من تحت لفوق، بس المبتدئ صعب جدا تزبط معه، بيخرب الدنيا وبيعمل خطوط كثير. أوكي. بس من فوق لتحت سهل. أنت بديت من فوق هي أول واحدة 8 أو بعدين 6 بعدين 4 2 سنتي 4 2 وخالص هيك سهل. وبالنسبة للدقن فيه ياخذها يا إما على النمبر 2 يا على النمبر 1 يا على الزيرو، مثل أنت بعتقد ماخذها على الرقم نمبر 1 أعتقد. يا مظبوط. إيه. سهلة. وهي القصات اللي انت عم تشوفها فيه ياخذ اللاين على اللحيه، يعني بحكي انا على اللحيه هلا اذا بتسمح اعطيني الصوره بس اذا بتسمح. يس اوب سوري لك ايه فيه اذا بده يعمل لاين للحيته مثلا فيه يحط المشط، يستعين بالمشط بس يحط المشط بهالشكل هذا ويعمل اللاين اللي بده اياه دكتور، مش سهل مش صعبه. ومن تحت نفس الشيء بيقدر يحط المشط ويعمل اللاين اللي بده اياه، نفس الشيء هون بحط المشط ويعمل اللاين اللي بده اياه، ما في تعقيدات ولا في صعوبة بالموضوع. طيب ماكينة الحلاقة اللي موجودة عندك ما بعرف فيها كبسة. إيه. هاي الكبسة لإيش؟ هاي هلا هي زيرو هلا هيك زيرو. أوكي. أوكي. بس أنت فيك تعملها بونتي فايف. فهمت علي شلون؟ بصير زيرو بونتي فايف. لما بترجعها لورا أنت بصير أعلى من الزيرو. يعني أطول الشعر من الزيرو. بس إذا خليتها لقدام هيك على الخالص هيك. اوكي هيك زيرو. اوكي بس هيك لورا صارت بونت، يعني زيرو بونتي فايف. اوكي علي كيف؟ أوكي. هيك بصير الشعر اطول شويه وبصير لدقن الرجل احلى من ان تكون زيرو على الخالص. اوكي طيب هاي بنستخدمها في التدريج لها فايده؟ احنا بنستخدمها بالتدريج الحلاقين لانها ضروريه. في اوطى منها كمان في هيل سكن تعتبر مثل الشفره هذيك كمان كمان من اساسيات الحلاقه. وفي بعضنا الاغلب هسه حاليا بيستخدموا الموس الحلاقه موس الحلاقه مشان التدريج اللي انت شفته بالقصه الصعبه اللي هي السكن فيد، بناخذها على الشفره نحن وبعدين بنرجع بنعمل لها فيد لحتى نوصلها لنمبر 1 نمبر 2 نمبر 3 والى اخره. اوكي طيب يعني حسب كل حلاق وشو بحب يستخدم من الـ من الـ من الادوات. طب انا بدي مثلا تشوف لنا هدول القصات وتحكي لنا عنهم واحده واحده. إيه؟ مثلا نحكي هاي القصه احنا هاي القصه اسمها سكن فيد. هاي سكن فيد مع يعني دقن عاديه بس محدده بلاين اسمه اوت لاين. فهمت علي؟ اللاين الفوقاني هذا اللي بنحمله نحن بالموس هذا اللي هو اللاين اللي تحت دكتور على الدقن. ايوه على الدقن اللاين. ايوه هذا اسمه اوت لاين. هاي دقن عادية بس بنعملها اوت لاين بنظبطها يعني ما فيها فيد هاي لانها مش دقن طويلة. هاي دقن نفس الطول يعني رقم واحد نفس الطول نمبر 1 كلياته بس فوق الدقن بالضبط فوق الإذن هذا اسمه سكن على الجلدة على الخالص. هذا بده ماكينة خاصة. هذا له ماكينة خاصة او بعض الحلاقين بيستخدموا الموس موس الحلاقة بنقيس سنتيين فوق الإذن وبنخضه على الموس الحلاقة على الخالص على الجلد على الخالص وبنعتبر انه الرقبه بلشت من فوق الاذن وبنصير نعمل فيد لفوق من هون حتى نوصلها للنمبر 2 اللي هي عليها المقصات اللي شايفها انت. ايوه هاي اللي عليها المقصات فينا نعملها بالمقص وفينا نعملها بالنمبر 2 واللاين الفوقاني فينا نعمله بالموس. هذا اللاين اللي انت شايفه الابيض المفرج يا هذا هو. اما الشعر اللي فوق هذا على الاصابع دكتور. هذا كله على الأصابع. نعم التاب كلياته هذا على الأصابع. طبعا احنا بنرحب بأسئلتكم لأنه أنا أكيد عندكم أسئلة وعندكم استفسارات. فهذا يمكن نفسه بس نفس القصة ولكن هذا اسمه هاي سكن فيد بتيجي أعلى. أوكي. استخدام الموس بيجي أعلى شوية وهي كمان أسهل من اللي كانت قبل. هاي كل ما كان السكن عالي كل ما كانت الحلاقة أسهل للحلاق. وهذه الدرجة هلا اعتقد يا هلا هي هاي اللي بنسميها نحن كورونا كورونا هيركات. هاي نفس الطريقة نفس الشيء.
تقريبا الحلقات الحديثه كلها تسكن فيد حاليا. اي برضه نفس الشيء، نفس الشيء تماما، بتدرجها من تحت لفوق ابتداء من السكن وانت طالع لحتى توصل للنمبر 2، بعدين بتصير تستخدم المقص فيها. نفس الشيء الداجن اوتلاين بده يكون معك موس اجباري، وده تكون يعني محترف بعملية اللاين اللي بتعمله، بس فيك تستخدم المشط، بس تحط المشط حط يعني، ومن فوق المشط تعمل بالموس. هلا في سؤال، هل في زلمة بده يعطي الموس لمرته تحدد له ولا هون السؤال؟ لا يمكن، مستحيل. هذا مسلم رقبته بكون. اللي مسلم هو الوحيد اللي الناس بتسلم له رقبته الحلاق بس. أيوة. طيب الأطفال بحبوا مثلا الحلقات هاي ولا لا؟ الأطفال بحبوها كثير هاي الحلاقة، وخاصة إذا كان معها شوية كالور بكيفوا عليها، بحبوا الألوان الأطفال. طبعا احنا زي ما حكينا لكم ممكن نعمل لكم شير هاي الصور، ممكن تكون مفيدة. بالضبط. هذا من وراء، هذا مهم جدا، أعتقد أنه هاي الصورة راح تحكي لنا كثير. هاي بنبلش فيها نحن تحت، هذا عامل تاتو على رقبته طبعا هو. بنبلش لانه كل اللي عاملين تاتو على الرقبه بدهم نحلق لهم بالموس اول شيء حتى يبين التاتو 100%. وبنبدا احنا الخط الاول من تحت الازرق، اذا شايفه انت يعتبر انه الرقبه بلشت من هنا. بنبلش نعمل الفيد من هنا، بناخذها على الزيرو، الزيرو تبع الماكينه. واحد سنتي، بعديها بنعمل 25 كمان واحد سنتي، بعديها بنعمل واحد، واحد سنتي، بعديها واحد ونص، واحد سنتي، بعديها اثنين، وبعدين بنبلش بالمقص. هاي حسبة هاي. ايه بتاع حسبة، نعم، هي رياضيات العلاقة بسهلة. طيب هلأ اللي الناس اللي ما بيحلقوا هيك، يعني اللي بيحلقوا في لاين هون بكون زي حلقاتي أنا مثلا، هل لازم يحدد بالموس ولا انا شفتهم هون في كندا مش كلهم بيحددوا بالموس، احنا ببلادنا لا لازم. لا ببلادنا اي عربي هون بفوت لعندك بقول لك نظف لي رقبتي بالموس، بس الاجانب مش كثير مهتمين بالموضوع، بقول لك يعني انه شيل الشعر مزبوط، لانه عندنا هون احنا ماكينه سكن بتعرف، فانت اللي بيحب يعملوا فيها اللعيه بناخذها اول شيء بالسكن العاديه اللي مثل هاي الماكينه. وبعدين بناخذها بالسكن الماشين، السكن اللي هي بتنعم ابدا على الخالص، بيحبوا اللي يعني يكونوا هم بيحبوش يعني موضوع مش كثير بيحبوا الموس هون بصراحة. هاي ماكينة السكن ما دي ماكينة جديدة ما كانت موجودة صح؟ والله يعني مش كثير جديدة، هي يعني فيك تقول 5 سنوات لها. اوكي نعم. اللي هي 0-0 هاي بحلق. اقل من الصفر دكتور، اقل من الصفر. طب هاي ليش ما بنحلق فيها لحيتنا؟ هاي ما بتقدر تحلق فيها لحيتك، انت ما بتقدر تستخدمها، انت لا بتاكل اللحم، بده يكون اللي عم يستخدمه يكون محترف يعني. لأنه مثل موس الحلاقة. أوكي زي الموس يعني. بالضبط. طيب أنا في عندي سؤال الآن على السيدات أو البنات الصغار، خلينا نحكي. شو بتنصح السيدات أو الرجال أو الآباء والأمهات بدهم يقصوا شعر بناتهم الصغار؟ نعم. شو يسووا؟ أنا مش عم بحكي الزلمة يقص شعر مرته لأنه راح يروح فيها. مزبوط، هو أنا كثير بلاحظ قصات غلط بالأطفال، بالبنات الأطفال يعني بشوف قصات كثير غلط. ليش؟ لأنه النسوان بيجن بقصن الغرة للبنت من هنا وبقصنها، هذا خطأ فادح. الغرة البنت الصغيرة، الغرة اللي هي الفرانت يعني، بتتاخذ تقريبا لهونة وتنقص. لأنه بس ينشف الشعر بده يطلع لفوق لوحده. بس لهونة، بس ينشف الشعر بده يصير لهونة، بصير مش على البنت والقصة كلها مش على. أما بالنسبة لل يعني إذا أخذنا الشعر البنت بالنص يعني لازم ينقص لهون بس. طبعا بيتبلل بالمية، بنشد الشعر كلياته لتحت وبينقص بشكل يعني مستقيم، ما في أخطاء، وما تترك الشعر يعني، بس تكون عم بتقص شعر البنت ما تتركه، بس تكون عم تعمل لها تحديد. ضلك مستمر حتى تخلص، لأنه بس تتركه أخذت مسافة ثانية وأخذ الشعر طول ثاني وأخذ يعني عجقات أخرى. سهلة يعني، ما في هذيك الصعوبة للبنات يعني الصغار. طب هلا في سؤال بسيط جدا، هل بتحب احنا كهواة، انت مش عم بحكي عن المحترفين، هل الافضل نستخدم المقص والمشط ولا نستخدم الماكينة؟ يعني هو لما بتقول مقص ومشط انت عم تحكي على يعني على واصل انت لاحترافية معينة يعني 80% او 90%. بس الماكينه في اي انسان يستخدمها. يعني هم اخترعوا الماكينه علشان يستخدمها اي انسان، علشان يعني انه
الناس تكون قادرة أنها تحلق لحالها. بس أغلب الناس طبعاً بعده ما بيستعرف يستخدم الماكينة لأنه بيعتبرها أنه يعني خربيطية بالنسبة له، فهمت علي شلون؟ بس هي سهلة طبعاً بالماكينة أسهل. هو خاصة موضوع الخلف هذا عشان ما بيشوفه ما بيعرف يحدد نعم فيه. نعم. إذا واحد يعني إذا واحد هو اللي بيحلق لك من الخلف أفضل. طبعاً. والمشكلة الثانية أعتقد اللي أنا بواجهها مثلاً اللي لما تكون تتفرج بالمراي بتكون معكوس أنت. هلا أنا على الموبايل لما أحط إيدي هون طلع بتيجي بالجنب الثاني بعبد قربط نفس الشيء بالمراية عم بصير. مزبوط. أنا إجت فترة حطيت مراي ورا ومراي قدام صارت عكس عكس وخربطت الدنيا طبعا كسرت بطلنا بصير تطلب المساعدة من المدام فورا من صديق بلا صديق الاتصال بصديق طبعا لا. احنا هل في عندك اي شيء بتحب تضيفه للجمهور يعني احنا حبيبي بنتمنى احنا انه الازمة هاي تعدي سريعا وان شاء الله يا رب يكون الناس كلياتهم بخير وامان وطبعا افضل شيء انه التباعد انا من الداعمين للتباعد طبعا وانا من المؤيدين للتباعد الاجتماعي حاليا لانه الشغلة فعلا مش مزحة والفيروس مش كذبة مثل ما بيقولوا البعض يعني وفي ناس عم تموت عن جد واتمنى من الناس اللي بضلها الدايره بالشوارع يعني انه يعني خلص بكفي حرام في ناس عم تنضب بالبيوت وقاعده بالبيوت وناس اخرين عم ينقلوا العدوى بالشوارع الافضل انه الكل يلتزم يعني خلي هالازمه تعدي على خير وان شاء الله يا رب نشوفكم كلياتكم على خير وان شاء الله قريبا نفتح صالوناتنا واعمالنا ونشوف بعضنا وجه لوجه امين طبعا يعني هذه الفتره اكثر ناس تاثروا فيها اللي هم اصحاب السمول بزنسز خاصه نعم. يعني زي نعم. زي عمنا اخونا وصديقنا نعم. ابو وسيم من الناس اللي تاثروا ومع ذلك هو ملتزم في منزله نعم. هو وعائلته ومن اول ما بدا الحجر بتذكر حكينا بالتلفون وقال لي نعم. انا قررت اسكر قلت له الله يعطيك العافيه لانك اول شيء اجرك عند الله سبحانه وتعالى بانك ممكن تحمي شخص نعم. او انسان من أنقذ نفساً فكان من أحيا نفساً كأنما أحيا الناس جميعاً. الناس جميعاً. نعم. فيعني اللي بنعمله إحنا لازم نحط مخافة الله أمام عيوننا وننوي فيه نية الله عشان نأخذ فيه إن شاء الله أجر وبركة وحسنات وإن شاء الله ربنا يعوضكم خير عن هذه الفترة اللي خسرتوا فيها كتير أنا عارف بجلوسكم في المنزل لكن يعني إذا جلوسنا بالمنزل بده ينقذ أرواح معليش. مستعدين الله يعني شوف الكلام الذهب يعني بنحط عليه تحته 100 سطر ففعلا صحيح اللي حكاه اذا جلوسنا في المنزل سينقذ ارواح واللي بيستهتر بهاي الكلمه هذول الارواح اللي هم انا وانت ابني وابنك بنتي وبنتك مرتي ومرتك اخوي واختك ابوي وابوك وجدي وجدك فهذول الارواح واحد من المجتمع تبعنا ف إن شاء الله رب العالمين تكون كل عوائلكم بخير وبركة نشكر أخونا ناصر مرة ثانية على تشريفه لنا في حلقة اليوم أعطانا شوية تيبز أنا بدي أروح أحلق بعد شوية فإن شاء الله رب العالمين يكون عيدنا وعيدكم مبارك وكل عام وأنتم بألف خير وسلام عليكم سلام عليكم.